أذتني بشكل كبير، وأعرب عن سعادتي الشخصية وسعادة الحزب الذي أمثله بعد ما زفه صاحب الجلالة من بشرى موجهة إلى عموم الشعب المغربي، وهي بشرى متعلقة بتنظيم المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال تنظيم كأس العالم لسنة 2030. أقول تنظيم لأن هناك ترشيح واحد موحد مطروح الآن لدى الجامعة الدولية لكرة القدم الفيفا، وبالتالي هذا يعني بأن هذا التنظيم سيعود إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال في ترشيح مشترك له معاني عديدة وقف عليها في كثير من المناسبات صاحب الجلالة من خلال إبراز كل ما تجسده أو يجسده هذا الترشيح في غناه، في تنوعه، في كونه يحتضن ضفتي المتوسط، في كونه يجمع بين أوروبا وبين إفريقيا، في كونه يجمع بين أوروبا والعالم العربي، في كونه يقرب الحضارات ويقوي حوار الشعوب على كافة المستويات، ويوجد في ملتقى الطرق بالنسبة للعالم. ونعلم كم هي مهمة هذه المنطقة التي تبتدئ من الجهة الجنوبية بالمغرب الذي يوجد متطلعا إلى أوروبا وغارسا كما كان يقول صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه جذوره في إفريقيا، ومن جهة أخرى البرتغال وإسبانيا يعني مدخل أوروبا، في ذلك معاني كثيرة. اليوم يتحقق هذا الحلم. تذكروا بأنه المغرب حاول أن ينظم كأس العالم منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وفي ذلك دفعة هائلة بالنسبة بداية لشعورنا الوطني، لقدرة بلادنا على رفع التحديات. وسبق لنا أن نجحنا في عدد من التحديات الأخرى، ومن دون شك أن المغرب سيعرف كيف يواجه هذا التحدي وهذا الرهان وكيف ينجح فيه بشكل كبير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.